مساء الخير مشاهدينا ومشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان. أقل من 3 ساعات وتنطلق بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة بمصرنا الحبيبة، بطولة بالتأكيد بينتظرها الملايين على مستوى العالم، بطولة بإذن الله هتبقى فريدة من نوعها، أول مرة بتقام 24 منتخب، أول مرة بتقام في فصل الصيف، كانت دايما بتقام في الشتاء، المرة دي جاية في الصيف، أول مرة هيكون في تطبيق تقنية حكام الفار اللي هو حكم الفيديو، لأول مرة هيتم تطبيقها من دور الثمانية، لأول مرة في البطولة في 5 منتخبات عربية، مصر، تونس، الجزائر، المغرب، موريتانيا، لأول مرة بيشارك فيها 3 منتخبات زي موريتانيا، مدغشقر، بروندي. وبما ان النهارده مباراة الافتتاح طبعا ما بين مصر وزيمبابوي، فخصصنا لكم حلقة خاصة من رادار افريقيا. تعالوا الاول نسترجع كده مباراة اللي هي ضربة البداية لمنتخب مصر في 7 بطولات اللي احنا حققناهم، عملنا ايه ونتائجنا كانت ايه.